الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. الحمد لله أحق من عبد وأكرم من سئل وأجود من أعطى وأرأف من ملك. لا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه. يطاع فيشكر ويعصى فيغفر. القلوب إليه مفضية والسر أمامه علانية. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير رحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله تعالى لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون، ولهذا يرسل الله الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأطاع فقد أفلح وأنجح، ومن كذب وعصى فقد خاب وخسر. وفي سورة ياسين الله تعالى يقص علينا قصة أصحاب القرية، وهذا ذكرناه في المجلس السابق. مثل ضربه الله تعالى لقوم عبدوا غير الله، فأرسل الله إليهم رسولين فكذبوهما، فعززنا بثالث، أي أرسل الله رسولا ثالثا يقوي به عزمة هؤلاء الرسل، فكذبوا الجميع وتشاءموا بهم، قالوا إنا تطيرنا بكم، أي قد علمنا من أخبار من سبق أن كل قرية أو قوم أو مدينة جاءهم رسول ليدعوهم إلى الله، فإن لم يستجيبوا له عاقبهم الله وأهلكهم. وقيل أنهم منعوا المطر من السماء عدة سنوات فتشاءموا بوجود الرسل، فالرسل قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون. الشؤم شؤم أعمالكم، شؤم تكذيبكم وكفركم. وقلنا أن الشؤم خرافة من إبليس ليس لها حقيقة. لا يتشاءم الإنسان ولا يتطير بزمان أو بمكان، وإنما الأعمال معلقة بالنوايا. حظوظ الإنسان معلقة في الدنيا بالنوايا والأعمال، وليس بالأزمان ولا بالأشخاص. لا عدوى ولا طيرة كما قال عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الرسل جاءوا، عندما كذبوا الرسل هموا بقتلهم. بقية السياق في القصة بيقول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. في بداية القصة رب العزة قال واضرب لهم مثلا أصحاب المدينة ولا أصحاب القرية؟ أصحاب القرية. طب ليه عدل في السياق بعد ذلك عندما جاء ذكر هذا الرجل فقال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ولم يقل وجاء من أقصى القرية رجل يسعى؟ ما هو الفرق بين القرية وبين المدينة؟ ولماذا عدل السياق عن القرية إلى المدينة؟ القرية في العادة يكون عدد أهلها قليل ويعرف بعضهم بعضا ومساحتها صغيرة، ومن عادتهم إكرام الضيوف والاعتناء بالغريب والاهتمام به وقضاء حاجته. ومن صفات القرية أن أهلها يعرف بعضهم بعضا، دي من صفات القرى، هذا هو الغالب. أما المدن فتختلف، المدن مساحتها أكبر وأهلها عددهم أكثر، وغالبا لا يعرف بعضهم بعضا، وقلما أن يعتنوا بالغريب، لأن الوجود غالبا كلهم غرباء ولا يعرف بعضهم بعضا. ده هو الغالب على طبائع المدن. لذلك لما قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ليه عدل فلم يقل القرية؟ رغم أن بداية القصة واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، دل هذا على أن الرسل عليهم السلام قد جابوا هذه القرية من أولها إلى آخرها في الدعوة إلى الله، فاتسعت الرقعة التي انتشر فيها الحق وانتشرت فيها الدعوة حتى أصبحت القرية كأنها مدينة. وهذا العدول في الوصف أيضا في سورة الكهف،
موسى عليه السلام مع العبد الصالح حينما أتيا فانطلق، وبعدين أتيا أهل قرية استطعما أهلها فلم يضيفوهما، فوصف هنا المكان بإيه؟ بالقرية. سيدنا موسى عليه السلام لما لم يجد الضيافة من هؤلاء القوم اللئام بيعاتب العبد الصالح: لماذا تصنع لهم خدمة فتقيم الجدار الذي كاد أن يهوي بغير أجرة وبغير نوال منهم؟ طالما لم يطعمونا ولم يكرمونا فلماذا نكرمهم بخدمة؟ لما جه العبد الصالح بقى يفسر له هذا الموقف قال إيه؟ فانطلق فأتيا أهل قرية استطعما أهلها، وصفها بالقرية. لما جه يشرح له الموقف قال له إيه؟ وأما الجدار فكان لغلامين في المدينة ولا لغلامين في القرية؟ قال له إيه؟ وأما الجدار فكان لغلامين في المدينة، فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. عدل عن الوصف من القرية إلى الإيه؟ إلى المدينة. وهذه من عجائب إعجاز القرآن الكريم، حتى في اختيار اللفظ عند وجوده في السياق، ولا بد من الانتباه لمثل هذه المواطن في القرآن الكريم. هذا والله ليس بكلام بشر، وإنما هو وحي من رب العالمين. بقية القصة بيقول: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. من هو هذا الرجل؟ قال المفسرون: اسمه حبيب النجار. كان رجلا ينحت الأصنام، وكان مريضا به جذام، وكان بيته على أطراف القرية على أبوابها في أقصى هذه القرية. فمر به الرسل فدعوه إلى الله تعالى. هو كان يعبد الأصنام ويدعوها سنين طويلة لتكشف ما به من ضر. فلما دعوه إلى الله تعالى قال لهم: هل معكم آية؟ قالوا: نعم. قال: وما هي؟ قالوا: ندعو ربنا فيذهب ما بك من ضر. فقال: إن هذه الأصنام أدعوها 70 سنة وما كشفت ما بي من ضر، كيف يستطيع ربكم أن يزيل ضري في غداة واحدة؟ قالوا: نعم، ربنا على ما يشاء قدير. فآمن الرجل فدعوا ربه فشفي الرجل من جذامه. فسألهم: هل تريدون على دعوتكم هذه أجرا؟ هل تريدون مالا؟ هل تريدون انتفاع من وراء الدين بمصلحة أو بشهرة أو بغنيمة؟ هل تريدون رياء أو سمعة؟ هل تريدون أجرا؟ قالوا: لا، لا نريد أجرا، لأن الأصل الذي يعمل للدعوة والذي يعمل لدين الله أجره أعلى من أن يستطيع مخلوق أن يعطيه إياه، فأجره يكون على من؟ إن أجري إلا على رب العالمين. الأصل فيها هو الاحتساب ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ملكا، يريدون مالا، ماذا يريدون؟ يريدون وجهه. وهذا هو الأصل في من يعمل لدين الله، أنه لا يبتغي منصبا ولا مالا ولا شهرة ولا سمعة، عرفه الناس أو لم يعرفوه، الأصل هو أنه يريد بعمله وجه الله، فكأنه بلسان الحال يقول: يا رب لعلك ترضى. شفي الرجل وكانت المعجزة. لما الرسل بدأوا في الدعوة وانتشروا في الدعوة وحدث ما بينهم وبين قومهم، هم القوم بقتلهم. هذا الرجل غار على الدين وغار على الرسل، فجاء من أقصى المدينة يسعى. وصف القرآن له أنه رجل، ليه ما قالش في سياق الآية: وجاء من أقصى المدينة بشر، وجاء من أقصى المدينة إنسان؟ ليه وصفوا بوصف الرجولة؟ الرجولة مقام، منزلة عند الله تعالى، وذكرت في القرآن في 4 مواطن تدل على عظم الرجولة ومقام الرجولة عند الله، لأنه ليس كل ذكر رجل. كم من ذكر ليس فيه رجولة، وليس فيه شهامة، وليس فيه نخوة، وليس فيه قيم، وليس فيه أخلاق، هو ذكر ولكنه ليس برجل. ذكر مقام الرجولة لعظمه عند الله في 4 مواطن في القرآن الكريم، يا ريتنا عرفها ونحفظها
وكلما نمر عليها في صورة من هذه الصور الأربع نقف عندها لنتملاها ونتفكر فيها. أول مقام من مقام الرجولة رب العزة ذكره في مقام النبوة والوحي والرسالة: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، هذه في أواخر سورة يوسف عليه السلام. وذكرت الرجولة في مقام الجهاد والدعوة إلى الله في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وذكرت الرجولة في مقام الطهارة، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وذكرت الرجولة في مقام العبادة في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه مقامات أربع ذكرت فيها الرجولة. هذا رجل تحركت فيه الغيرة على دين الله، فعلم أن قومه سيقتل هؤلاء الرسل الثلاثة، فغار على الدين وغار على الرسل، فجاء حرصا على قومه وحبا لهم. ودي هتيجي بعد كده صفات الداعي. الداعي من هذه الصورة، من هذا الموقف، موقف حبيب النجار رحمه الله، موقف نتعلم منه أخلاق وصفات الداعي. كان ممكن يقول خليني في حالي، ولكنه جاء حبا لقومه أن يصيبهم عذاب، وغيرة على الدين وغيرة على الرسل. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم، ليه ذكر القوم بإشعارهم أنه منهم؟ والرجل حينما يكون منهم يكون حريصا عليهم وحريصا على منفعتهم، لن يغشهم، لأن المصلحة واحدة. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ذكر في صفات الرسل هنا صفتين مهمين. الصفة الأولى: اتبعوا من لا يسألكم أجرا. طب عرف منين؟ لأنه حينما قابلهم أول مرة سألهم: هل تريدون على دعوتكم هذه أجرا؟ قالوا: لا. بتقول الرواية: فعلم صدقهم. هذا هو الصادق مع الله تعالى، فعلم صدقهم. فعرف أول صفة من صفات الدعاء أنهم لا يسألون الناس أجرا ولا مالا، وهم مهتدون يعني مستقيمون. مش الواحد يتكلم في شيء وأعماله وأخلاقه في وجه آخر، لا، الداعي بأخلاقه يجذب الناس إلى الحق قبل أقواله. ولذلك في دعوة عملية وفي دعوة قولية. الدعوة العملية أبلغ تأثيرا في قلوب الناس من الدعوة القولية. كثير ممن أسلموا في بلاد الغرب، بلاد غير المسلمين، إنما أسلموا بالأخلاق، ليس بالكتب وليس بالمطبوعات وليس بالخطب، وإنما أسلموا بالأخلاق. حتى كثير من البلاد التي فتحت في إفريقيا وفي آسيا عن طريق التجار إنما كان عن طريق المعاملة الطيبة، فرأوا صدق المنهج في هؤلاء فأعجبوا بالدين، لأنهم رأوا دينا عمليا وليس دينا نظريا أو قوليا، وهم مهتدون يعني فيهم الاستقامة. شو بقى طريقة الدعوة؟ لما تيجي تدعي حد ما تقولوش أنت أنت أنت، وجه الكلام لنفسك. قال لهم: وما لي لا أعبد الذي فطرني. ما قال لهمش في السياق: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، لكن وجه الكلام لمين؟ وجه الكلام لنفسه. وهذه من الحكمة في الدعوة إلى الله، ألا تشير إلى الناس ولكن أشر إلى نفسك. أنت أول المستفيدين من الكلام. ليه؟ لأن الداعي إذا قال كلاما أول أذن تسمع كلامه هي أذن نفسه، وإن لم ينتفع بكلامه هو أصبح الكلام حجة عليه، حتى لو استفاد به غيره وهو لم يستفد كان كلامه سببا في هلاكه يوم القيامة، لأنه قال أقوالا وأفعاله لم تصدق أقواله. في أوائل سورة الصف قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. دايما تذكير الناس بالنهاية،
أننا لسنا هنا للأبد، وإنما هي فترة زيارة، فترة ضيافة، والدنيا كلها كحلم نائم. واحد نام شاف حلم واستيقظ. كل الناس ستستيقظ بشيئين، جميع الناس سيستيقظون بشيئين، يستيقظون بالموت. الناس نيام فإذا مات انتبهوا، عشان كده عايزين يرجع. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. شاف أن الموضوع جد، لم يكن الموضوع هزل، إنه ليس بالهزل ولكنه بالجد. الوسيلة الثانية لليقظة هي نور الإيمان. نور الإيمان يوقظ الإنسان حتى يرى النهاية فيستعد لهذه النهاية قبل أن يصل إليها. وجه الكلام أيضا لنفسه، أأتخذ من دونه آلهة، ما قالش أتتخذون من دونه آلهة، إن يردني الرحمن، ما قالش إن يردكم الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم، أي هذه الأصنام، شيئا ولا ينقذون. شوف اللطف والجمال والحكمة في الدعوة، إني إذن لفي ضلال مبين، ما قالش إنكم إذن أنتم لفي ضلال مبين. ثم أعلن في النهاية أنه قد آمن بما جاء به الرسل. هنا الآية دي تحتمل معنيين، إني آمنت بربكم فاسمعون، إما أن يكون الخطاب للرسل فيشهد الرسل أنه آمن بما جاء به ليشهدوا له عند الله، وإما أن يكون الخطاب للقوم، إني آمنت بربكم فاسمعون، أي أيها الناس أنا آمنت بربكم الواحد الأحد فاشهدوا علي أنني مسلم مؤمن. إيه اللي حصل؟ القرآن ما ذكرش هنا بيت بقى السياق، لكن ذكر بأقوال المفسرين أن أهل القرية وثبوا عليه وثبة واحدة فقتلوا، وقتلوا الرسل الثلاثة وألقوهم جميعا في بئر، فحينما فاضت روحه أدخله الله تعالى الجنة فرأى نعيمها. فعندما رأى نعيمها هل أكن الغضب والشحناء والثأر والانتقام من قومه لأنهم قتلوه وهو يدعوهم إلى الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيشرح هذه الآية للصحابة، قال رحم الله صاحب ياسين نصح قومه حيا وميتا. بعد ما شاف النعيم ما قالش يا رب اخسف فيهم الأرض وديهم في دهية ولع فيهم، قال يا ليت قومي يعلمون. حتى قيل في بعض الروايات في تفسير ابن كثير رحمه الله أنهم وهم يضربوه كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الداعي صاحب رسالة، والداعي عنده الحكمة وعنده الرحمة على جميع خلق الله، فما دعا عليهم بل تمنى لهم الخير، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تمنى لهم نفس المنزلة وتمنى لهم نفس المقام، ولكن الذي حدث هو أنهم عاندوا فقتلوا الجميع. إيه اللي حصل؟ رب العزة ذكر نهايتهم المؤسفة، قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ما احتاج الأمر بعد ذلك إلى إرسال رسل ولا إنزال ملائكة بالوحي، وما احتاج الأمر في هلاكهم إلى عدد كثير من الملائكة، بل كانت صيحة واحدة من جبريل. جبريل أخذ بعضدي القرية فصاح فيهم صيحة واحدة فانشقت منها صدورهم وزهقت أرواحهم وهلكوا عن بكرة أبيهم، هلكوا جميعا لم ينجوا منهم أحد. صيحة واحدة من جبريل، إذا كان بقوة الصيحة كيف بقوة جبريل؟ كيف بقوة رب جبريل الذي خلقه من عدم؟ كم ربنا جل وعلا قوي، ولكن من رحمة الله أنه لا عذاب إلا من بعد رحمة، فالرحمة تأتي أولا، فمن رفض الرحمة عرض نفسه للعذاب، لأن الله ما أقام هذا الكون شمس وقمر وأفلاك ونجوم وأرض فيها بحار وأنهار، الله ما أقامها للعبث، وإنما أقامها ليوحد وليطاع، فلا إله غيره ولا رب سواه. لا قيمة لشمس ولا قمر ولا نجوم ولا أفلاك ولا مال ولا زينة ولا متاع إلا ليوحد الله تبارك وتعالى، فيعرف ويوحد ويطاع ويشكر. لذلك موسى عليه السلام قال يا رب
كيف أشكرك؟ ولك في كل شعرة من شعر جسدي نعمتان. كيف أشكرك؟ ولك في كل شعرة من شعر جسدي نعمتان، أن لينت أصلها وطمست رأسها. كل شعرة مغروزة في الجلد، سواء جلد الرأس أو جلد الجسد، كل شعرة مغروزة لو كانت زي الشوكة كنا نتحمل الألم، لكن رب العزة لين أصلها مغروزة في الجلد بلين. وأن طمست رأسها، لو كان الشعر ده رؤوسه زي رؤوس الإبر، حد يقدر يحط إيده على شعر رأسه؟ كم يكون الألم؟ شوف الكلام سيدنا موسى، أن لينت أصلها وطمست رأسها، ده كل شعر من شعر جسدي، كيف أشكرك؟ قال يا موسى إذا علمت أن هذا مني فقد شكرتني، وما بكم من نعمة فمن الله. لذلك الصيحة الواحدة هلكوا، فالقرآن بيتحسر يا حسرة على العباد. الحسرة هي الندم على من جاءه الخير فرفضه وأعرض عنه. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ثم يذكرهم أن هذا السنن من سنن الله تعالى في معاملة عباده ليس استثناء لأحد، وإنما الكل يمشي في ذات الدورة. قال ربنا جل وعلا ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. من هلكوا لم يرجعوا إلى الحياة، ولكنهم هلكوا وأصبحت أخبارهم قصص تتداول وتحكى لمن يريد الاعتبار، ولا يرجعون. أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. الكل سيحضر للحساب وللوقوف بين يدي الله. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قصص القرآن فيه كل الخير. نتعلم من قصة حبيب النجار أربع صفات مهمة جدا من صفات الداعي إلى الله. أول صفة، صفة الحرص والحرقة على من تدعوهم إلى الله، ودي خدناها من حبيب النجار عندما ذكر السياق. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ما قالش يمشي. السعي هو الحركة بهمة ونشاط وسرعة وتقارب الخطر، يكاد السعي يكون جريا، ولكن السعي بين المشي وبين الجري. هذا دليل على الحرص وعلى الحرقة في قلب الداعي. فالداعي ليس مقصود إقامة الحجة ليدخل الناس في النار أو يعرضهم للعذاب، وإنما مقصوده الحرص على هداية الناس حتى ينغمسوا في رحمة الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه أول صفة من صفات الداعي، الحرقة وكمان والاهتمام، الحرقة والحرص على هداية الناس. الصفة الثانية وهي صفة الإخلاص، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. من عمل عملا نظر الله إلى قلبه، ما هي الدوافع وما هي البواعث؟ إذا كان الباعث والدافع وجه الله قبل عمله، لأن شرط قبول العمل شيئان، أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الثالثة من صفات الداعي وهي الاستقامة، اتبعوا من لا يسألكم أجرا مخلصون وهم مهتدون، أي مستقيمون. فالداعي إذا وافق عمله قوله لمس الناس فيه الصدق. ومن أعجب الآيات التي تستوقفنا في القرآن الكريم، رب العزة قال ليسأل الصادقين عن صدقهم. هو في واحد صادق بيسأل عن صدقه؟ المفروض يسأل الايه؟ الكاذبين عن كذبهم. لكن حتى اللي كان صادق رب العزة يسأله عن صدقه. قال المفسرون ليسأل الأفواه الصادقة عن القلوب المخلصة، هل صدق خوفا من أحد أو رياء من أحد؟ يعني حتى الصادق مش خالص، هيتسأل يوم القيامة ماذا أردت بصدقك. إذن أنت طلبت بشيئين، طلبت بالصدق، وطلبت مع الصدق أن يكون ابتغاء إيه؟ أن يكون ابتغاء وجه الله. ودي من أعجب الآيات، ليسأل الصادقين عن صدقهم. إذا كنتم صادقين ماذا أردتم بصدقكم هذا؟ خدنا دلوقتي كم صفة؟ خدنا ثلاث صفات، صفة الحرص أو الحرقة على من مدعوين،
وصفة الإخلاص وصفة الاستقامة. وفي صفة كمان ذكرها الداعي وهي الحكمة في الطرح. عندما تكلم صاحب ياسين مع قومه لم يقل لهم أنتم فيكم كذا وأنتم كذا وأنتم كذا، ولكن من الحكمة وجه الخطاب لنفسه: وما لي لا أعبد الذي فطرني، ما لهمش وما لكم لا تعبدون الذي فطركم. وبعد السياق قال: إني إذن لفي ضلال مبين، ما قالش أنتم إذن لفي ضلال مبين. لذلك أمرنا ليس فقط بالدعوة بل بالحكمة عند الدعوة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قدم الحكمة على الموعظة، ومش أي موعظة، حتى لو كانت موعظة حسنة يعني جميلة ولطيفة ورقيقة، أيضا طلبت بالحكمة أن تقول الكلام المناسب للشخص المناسب في الوقت المناسب وبالشكل المناسب. والداعي إلى الله حكيم. إذا تعلمنا من صفات الداعي من قصة حبيب النجار في سورة ياسين الحرص والحرق على من تدعوهم، الإخلاص لله تبارك وتعالى، الاستقامة والحكمة. نسأل الله أن يرزقنا الحكمة وأن ينفعنا ببركة القرآن الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.